الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغر المحجلين الميامين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. تصلي عليه حبيب رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومحبي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. بفضل الله وصلنا للمليون الثاني من عدد المشتركين، وده ما جاش من فراغ، مش هكذب عليكم، ده من شغل دؤوب من هنا في القناة، من القائمين على القناة، من اخونا الكبير الحاج احمد ابراهيم، من استاذنا وحبيبنا ومخرجنا الجميل استاذ محمد عبد الحكيم، ربنا يبارك فيه ويحفظه. يعني تقريبا ما بينامش، يعني عايز اقول لكم ان احنا ممكن بنصور في اليوم مثلا بال 15 حلقه، هو بيفضل شغال عليهم الحلقات دي كلها مونتاج، وبيشتغل عليهم يظبط الحلقات، ربنا يعينه ويتقبل منه يا رب. اما انتم اصحاب الفضل الاكبر، انتم جزاكم الله عنا كل خير، فانتم اصحاب الفضل لان انتم اللي بتنشروا الدين. احنا بنتكلم، انتوا بتاخدوا مننا الدين وبتنشروه بفضل الله عز وجل. عشان كده بنكون حريصين ان لا يصل اليكم الا الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا كل خير، وبتقدم اليكم بالشكر انا وكل العاملين في القناة، بنقول لكم شكرا جزيلا لكل المتابعين لينا وكل المشاركين لينا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونصل لعشرة مليون والمئة مليون، وتوصل القناة لكل بقاع الارض في كل مكان زي ما هي واصلة دلوقتي بفضل الله عز وجل. القرآن الكريم معانا النهاردة معجزة من معجزات القرآن. القرآن يحدد المنطقة التي غلبت فيها الروم. كلنا عارفين سورة الروم بتبدأ بألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نرى في هذه السورة اللي احنا هنعرضها لكم دلوقتي أخفض منطقة في العالم، المكان ده أخفض منطقة في العالم، والقرآن قال كده في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهي المنطقة التي دارت فيها معركة بين الفرس وبين الروم وغلبت الروم. جميل، قد تحدث القرآن عن هذه المنطقة وأخبرنا بأن المعركة قد وقعت في أدنى الأرض، أي في أخفض منطقة على وجه اليابسة، كما ذكر الله عز وجل، كما قلنا في بداية سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد ثبت بالفعل أن منطقة البحر الميت وما حولها هي أدنى منطقة على اليابسة، على حوالي 390 متر تحت سطح البحر. ويمكن كان ليا شرف أن زرت المملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، وصلت ورحت هناك للبحر الميت وشفت المنطقة ديت وشفت جبال فلسطين وبتحيط بالحبر بالبحر الميت. أسأل الله عز وجل أن يرد فلسطين لنا ردا جميلا، ونرزقنا وإياكم صلاة في بيت الله، بيت المقدس، في المسجد الأقصى، وشفت المنطقة ديت وشفت البحر الميت هناك. لكن سبحان الملك، لما نيجي نتكلم أن دي أدنى مكان، أنا عايز أسأل سؤال، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية التي لم يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث؟ مين؟ الله. إيه؟ الله، المولى عز وجل في كتابه، في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، في الحبل المتين، في دستورنا القويم الذي أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم من القراءة فيه، ولا من حفظه، ولا من تدبره، ولا من فهم معانيه. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.